فهد ياسين حاجي ظاهر لطريها أمنيق قرن كأي مدحوينها وقتي يسود ماضي محمد عبد الله فرماجو أيا ورقة صوب حذي بلوغة بشان ديسمبر وحو واجبات كيساشا قوغو دهان كوريجي وزيرك أريمه الدبادة حكومة دحيل قارسينتا عبد سعيد موسى علي وغرين أوسو قبت مسوليات دان لقوريجي ورن كلا الدوان أيا كسو بحية اللابد عاسو قاذي فهد ياسين وسامين تيسو سيحو قرأ يومو غتي وحي كدن بيه مركي فرماجل لو دورت مدحوينها الدالكا هدبا وحن الكان إني كوغه إنا إلاي أفر قضب ولقو تلمامي إني يهين سببها الرسميقة أي كدن بيسة اللابد عاس كو إنو سان دياروه إنكا سو مغشادة فقارياش عالميقة فهد ياسين وحو أفر تيسانا إلا صور دافي وقت بدن كو بحيي إنو سان كسو مغنور باهينتا إيا شرار كاللوغة هاللي أريمها سياسة دي أمنيقة كهور حلكان لطريها أمنيقة قرنكا وحو صور نغضي أقاسمها نسا إنتي وجوغي نسا كما سو مغن شرار كالدولة دا مانا جيرتو عيدكو قوليستي إنيكا هشو حيطة هالصور وحا دعذي مر إنو كاقايب غلي كولان كاقولاها شعبكا سيح اللي بان نوضي اوه يديان سؤالا اللي حريري مسوليات ديسا مالين تاس وحا كولان كاللود ديدو ورباهينتا وحانو أمر كوب بحيي إن تلايفان نظر لغا أروريا حل لبان نظر أرين تاسو أهيد ميدكو عصوف سياسة دا سوماليا حل كالا تريها أمنيقة قرنكا وآه مسوليات دوين عياكو غصبا يي إنو غلو سفرو كانا سو مغضو شرر عالميا ولوغا هالا يي أمنيقة سوماليا وحاكو واجيبا يي إنو لكولمو ديبلوماسيين إيا مدا حير سراء وو كلا شاقين يو أريمها قصي أمنيقة قرنكا سيداه سيدراد ديد وحاي الليه إن دادك وحفلان قاية فهد ما الدوني إنو علاقات توسا لا سمييه دين عيداس وو لفال قلو لابو أهمياد دا يقول ليهين دورو شوين كسو سعودة أي كراس سودة أي يالان ما مل قبل يديد الدالكا إيو قبل كبنادر فهد ياسين ومسؤول كوواد أي كشاقين يدي بسوعلين تمدحوينها وقت يسود أماضي محمد عبد الله فرماجو حلقان وحو عداد اسبادن كسار أيام ما مولادة تابع سن فيلا سوماليا إنه سيئان قنباشالهين وغا شاقيايان سو ساريستا حبنا أي دياريين كوحدة فرماجو ولو بوبا يو كراستا يالا ما مولاداس سي حبنا هاسي أي دور وغا قاتان ديبو سو اللاباشادة مدحوينها وقت يسو دمادي سيدو كلافهد ومشرح كرسي يسو يالا مقالادة بلدوين وحانا لفيلا يا إنو قاتو كرسيغا وكفر ديو اللي بان فارح شيخ عبدالغادر وحادة كامي دا حبناها أغو ميسان كعلوس حسبيغا يو بي دي إيه مدحويني هوري حسن شيخ محمود فولها عروس ايدين عاد دورشادة صوص عو تكسو غيسا واسباب كلا ايه يليهين داد بدن واميسان ان فهد ياسين او دي دايهي انو كمشغول عارنتاس سدح كالنتا او كاقادان ايو ان لهلو دقالي فهد ياسين او لغو تيري انو يهي ساحيب كوودو اي دولاد دا قدر او بحسير دقالي او كسو بحي مدحوين فرماجو ايا مر كلا لغسو غيا انو راديا دقالي وحوايه دنبجري عداد سحوغن oo ka imaanayay dowladu ay ka mid tahay Imaaraadka Carabta oo la sheegay in iyana sanadkan ay diyaar u tahay in dhaqaale ay ku bixiso doorashada Soomaaliya xiriirkiisa arimaha dibadda gaar ahaan cilaaqaadka uu la leeyahay Qatar ayay filaa Soomaaliya u aragtaa waqtigan mid leh mudnaan gaar ah hadii uu ka mashquulo in dhaqaale la helo waxa la muujiyay inay fursad u tahay cid aan farmaajo ahayn inuu ku soo baxo doorashada 4 kiiska dilkii igraan tahliil oo wali caqabad ku ah inkastoo kooxda villa somaliya ay ku guuleysteen in la damiyo culaysada iyo buuqii gudaha ay ka dhashay dilkii sargaalad igraan tahliil oo lagu eedeeyay fahd yaasin haddana wali waxaa jira ayaa la leeyahay gacmo caalami ah oo daba socda kiiskaas fagaareyaasha caalamiga ah iyo kulamadiisa oo bata ayaa keenay kara in dhinacyada daba socda kiiskaasi ay fursad u helaan fahd qodobadaas ayaa la leeyahay Fahd Yaseen kuma sii hayn karo kumana shaqeyn karo xilka la taliyaha amniga qaranka oo dad badan ay qabaan in sababtii loogu magacaabay ay ahayd in lagu tirtiro buuqii ka dhashay dilkii Igraan iyo xilka qaadisii ra'iisul wasaaraha Roble uu ku sameeyay